شكرا يا رب لأن كل معي، شكرا يا رب لأنك ملجأ وحصن. أنت اسمك برج حصين فوق الجميع، نرفع اسمك رب قدير للأبد، ملكك دوما أمين، نثق بك نعظمك، من مثلك فوق الجميع، نرفع اسمك رب قدير للأبد، ملكك دوما أمين، نثق بك نعظمك، من مثلك يسوع اسمك فوق الجميع، أرفع اسمك. نعترف يا رب اسمك عظيم، اسمك يسوع. يسوع
أنت الملك، أنت الملك يسوع، اسمك عظيم. أنت الملك وأنت السيد يا رب. نعلن ملكك على الأرض، نعلن أنك ضابط الكل، نعلن أن اسمك عظيم. ليس مثل الرب إلهنا. أنت عظيم، عظيم، عظيم يا الله. أنت عظيم، عظيم، عظيم يا الله، عظيم بمحبتك، عظيم بأمانتك، عظيم بتحريرك، عظيم أيضا في شفائك، عظيم بمحبتك، عظيم بأمانتك، عظيم بتحريرك، عظيم أيضا في شفائك، شفائك. خذني بقرب قلبك، فأعبدك. خذني بقرب قلبك. أنت ملجئي، أنت ملجئي، أنت حصني، أنت متكلي. أيوة يا رب، أنت ملجئي، أنت ملجئي، نلجأ إليك ونحتمي في شخصك. خدنا جوا حضنك يا رب، خدنا عند قلبك، خدني بقرب قلبك يا رب. أنت حافظ العهد والأمانة، إلهنا عظيم، إلهنا أمين، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نثق بيك يا رب، نثق بيك يا رب، أنك عالي فوق الكل. أنت عالي فوق كل اسم، مهما يكون
يا رب بنسجد لجلالك يا رب، نخضع لمشيئتك. واثقين يا رب انك اله قدير، واثقين يا رب في عنايتك ورعايتك بينا. شكرا ليك يا رب، شكرا يا رب لان سلطانك ملهوش حدود. كلك نور مجدك ماله حد، والسجود لك وكل المجد لك، تسبيح يملا كل الأرض زي ما المية تغطي البحور. كلك نور، كلك إلهنا ليه كل السلطان، مش كده؟ هو متسلط في مملكة الناس. تعالوا نرفع كده ونقول يا رب أنت الملك الوحيد، أنت الملك على أرضنا، بنعلن ملكك علينا يا رب.
رب ليك القوة والسلطان. كم واحد كده يعلن نصرة الرب؟ انتوا عارفين انه العلم او الراية بتعلن ملك؟ يعني مثلا لو قلنا انه علم مصر لما يتحط في سينا ده معناه ايه؟ ان سينا دي ملك لمصر، مش كده؟ ولما ارفع راية دم يسوع عليا ده معناه ايه؟ ان انا ملك ليسوع. واحنا بنقول له انت الملك الوحيد اللي عليا، انت الملك، سلطانك ملوش حدود يا رب، بيعدي حدود المعقول، حتى لو كل واحد فينا محدود، انما الله غير محدود، هو ازلي ابدي سرمدي. عايز اختم معاكم بترنيمه فخر الكنيسه وجمالها سيدها المسيح، معروفه واحد عارفها، عدد مش بطال. فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح وصليبه وخلاصه الكفاري بغلبين، أطفال وشباب وشيوخ للفرحة مسبحين، خلانا جسده كرمته بمفدين. فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح وصليبه وخلاصه الكفاري بغلبين، أطفال وشباب وشيوخ للفرحة مسبحين، خلانا جسده كرمته بمفدين. ثبتها وعد المسيح، لو حتى تزول الأرض هيفضل هو أمين. بالوعد نخوض في معرك الروح مالكين سلطان، وندوس حياة وعارب ما احنا مع ورثين. فخر الكنيسة وثبتها وعد المسيح، لو حتى تزول الأرض هيفضل هو أمين. بالوعد نخوض في معرك الروح مالكين سلطان، وندوس حياة وعارب ما احنا مع ورثين. لو في البعض سنين بالهدى
جهود جديدة ويفك المنصور وبتترد نفوسنا لو في البعد سنين. أمين. شكرا سوسنة، ربنا يباركك ويستخدمك جدا لأجل مجد اسمه. شكرا بيتر، ربنا يباركك. شكرا شادي، شكرا أخونا عبد المسيح، ربنا يبارككم كلكم لأجل مجد اسم الرب. قبل ما نفتح كتبنا المقدسة خلونا نرفع قلوبنا كده دقيقة قدام الرب، نفتح قلوبنا كده ونرفع قلوبنا أمام إلهنا. احنا واثقين إن إلهنا قادر إنه يتلامس معانا، إنه يتكلم لينا، إنه يدينا النهاردة رسالة لنفوسنا. قل له كده: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. يا رب احنا بنيجي النهارده يا رب ونرفع قلوبنا قدامك بكل تقديس، بكل تكريس، بكل اللي فينا بنحطه قدامك، ودنا قدامك، قلوبنا قدامك، إرادتنا وسلوكنا قدامك، الكل أمامك يا رب، فتتكلم فينا ولينا النهاردة في اسم المسيح. أمين. خلونا فضلكم نفتح مع بعض كتبنا المقدسة على رسالة العبرانيين إصحاح 12، عبرانيين 12 وعدد 1 و2. وتعالوا فضلكم نقف مع بعض ونسمع العددين دول. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. اسمحوا لي أقرأ عدد 2 مرة تانية، وده يكون محور تأملاتنا النهاردة. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فضلوا ارتاحوا. يمكن الآية دي من الآيات الجميلة اللي ينفع كده نقف قدامها ونتأمل فيها لأوقات طويلة جدا جدا في حياتنا. لكن لما قعدت أقرأ عنها كتير، ومفسرين كتير ولغات كتير وحاجات كده يعني اتكلموا عنها، فيعني في اتجاهين في تفسير الآية اللي احنا واقفين قدامها النهاردة. هقول كده الاتجاهين، وانا شخصيا بميل الاتجاه منهم، وهقول لحضراتكم وخلونا نمشي مع بعض كده لاجل فكره حاسس انها تكون مهمه جدا النهارده واحنا بنسمع كلمه رب. فناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي اسمعوا كده التعبير ده، من بالرغم من السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ده تعبير او ده طريقه من الطرق اللي بعض المفسرين اتكلموا فيها وقالوا كده انه معنى الايه دي ببساطه هو كده. انا عارف انه لا، انا رايي لا، بس في مفسرين كاتبين كده يعني انه بالرغم انه هو كان في سرور عظيم جدا بوجوده مع الاب، الا انه ضحى بهذا الامر العظيم لاجل البشر ولاجل التواصل ولاجل العمل اللي عمله لاجل الناس ولأجل الخلاص والصليب. ففي عدد من المفسرين قروها كده وفسروها كده لأجل كلمة بالرغم من، لكن لو هي مشيت بفكرة من أجل السرور برضو المعنى بتاع الآية مش قادرين نمسكه يعني. لكن ببساطة جدا عايز يقول كده أنه إلهنا يسوع
احتمل الصليب بسرور، احتمل الصليب بسرور. ودي الفكرة أنا عايز أقف قدامها النهاردة ونفكر فيها مع بعض. قبل ما نفكر في الآية دي أو جزء السرور الموضوع أمامه في الآية دي، لكن فكرة الاحتمال قدام النهاردة الألام اللي مالية الأمور والنفوس والبيوت والعالم طول الوقت، ففكرة الاحتمال أمام الألم والمقارنة ما بين الاحتمال والألم ولغاية فين نحيا الاحتمال واحتمالنا قدرته قد إيه وحجمه قد إيه ومقداره قد إيه. يعني كده مرات نقول إيه، ها هتحتمل لغاية فين بقى، يعني لغاية فين الاحتمال بتاعك. هو بدأ بسحابة من الشهود لكن ختم بالرب يسوع. في العدد الأول بتكلم على سحابة من الشهود، وبعدين بعد كده خد المثل الأعظم والأكبر، هو شخص الرب يسوع واحتماله، احتماله للصليب، احتماله لتقل الخطية، احتماله للألم والوجع والغدر والخيانة، احتماله لأمور كتير تحملها الرب يسوع. لكن بيبدأ النص اللي قدامنا أو عدد اثنين ده بكلمة ناظرين، وكلمة ناظرين هنا ليها بعدين. بعد الأول هو التأمل في حياة الرب يسوع، محتاجين ننظر إلى حياة الرب يسوع. النهاردة الصبح كنا متكلم عن حياة يسوع في أوقات مختلفة، وكنا متكلم مبدأ الخضوع في حياة يسوع، فازاي نكون بنلاقي مبادئ محددة في حياة يسوع ونلاقيها في الكتاب ونخرج بالأمور دي، فتكون الأمور دي لحياتنا، نعيش ناظرين متأملين مدققين باحثين متعمقين في كلمة الرب يسوع، مركزين في حياته، مركزين في حياته. نقف قدام حياة الرب يسوع ونتعلم منها كتير جدا. أصل هو بقى هو أصل هو يعني الله يعني، فمش هنعرف مش هنقدر. هو إله كامل لكن أيضا هو إنسان كامل، عشان كده احنا مدعوين ان احنا نعيش زي ما هو عايش، وكل أمر كان بيصنعه لأجل تعلمنا. فأمور كتير عملها في حياته ما كانش المفروض يعملها، كان عادي لو ما عملهاش، لكن كان ينبغي أن يتمم كل بر عشان يقدم لنا نموذج بشري نعيشه ونلاقيه، ونلاقي آدم اللي كان أصلا في ذهن الله من الأول قبل الخطية. فإحنا ما كانش عندنا الموديل ده على الأرض، ما كناش شايفينه، ما كناش عارفينه، ما كناش لاقيينه. في يسوع المسيح آدم الثاني صار لينا النموذج الكامل اللي الله عايزنا نعيش زيه. لكن كمان الفكرة الثانية في كلمة ناظرين بتترجم دايما ناظرين أو عاكسين، فعاكسين صورته، عاكسين منظره، عاكسين حياته للناس اللي حوالينا، فنبقى احنا مراية ليه. فزي ما عايش هذا بنعيش، زي ما تصرف بنتصرف، زي ما كان موجود في العالم بنكون موجودين في العالم. ويكمل إلى رئيس الإيمان، وكلمة رئيس في رسالة العبرانيين دايما كل ما الاقي كلمة رئيس في رسالة العبرانيين، رئيس خلاص، رئيس إيمان، كل كلمة رئيس أبدل كلمة رئيس ببادئ، ببايونير، بالبطل بتاع الإيمان، البطل بتاع الخلاص، بادئ العملية، بادئ الأمر اللي هو بدأ الطريق اللي وراه كلنا نمشي علشان يكمل العمل بالكامل ويكمل. الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. وقفت هنا وقفة بصراحة، الصليب وسرور، طب تيجي ازاي؟ ألم
لمستوى الصليب وفي سرور موضوع امامه، موجود جواه سرور. طب ازاي يا رب؟ احنا مش عارفين نعيش كده، احنا اي موقف صعب في حياتنا مش بيبقى فيه سرور، في الم، اول ما في الم في حزن، في وجع، في تعب، في ضيق، في شكوى، في شيلة هم، صح كده ولا اقول لكم صح؟ لكن ان يجتمع السرور بالالم ده كان امر عجيب جدا، لكنه كان موجود في الرب يسوع. اجتمع في الرب يسوع السرور مع الالم. وكانوا عايز يقول لنا كده انه ينفع ان يمتزج السرور بالالم او الالم بالسرور. هو عكس السرور ايه؟ مش الالم صح؟ عكس السرور ايه؟ الحزن مش الالم. لكن المشكله اللي احنا عايشينها النهارده ان احنا رابطين الالم بالحزن. فاول ما نتالم، ما نتوجع، ما نتعب، ما نتضغط، نعمل ايه؟ نحزن. مع انه الالم يمكن في يسوع المسيح ان يمتزج بايه؟ بالسرور. يمكن ان يمتزج الالم في يسوع المسيح بالسرور. هو كان يسوع وهو رايح للصليب كان متالم ولا مش متالم؟ مضغوط ولا مش مضغوط نفسيا؟ جدا جدا. لكن كان فرحان ولا مش فرحان؟ مش عارفين بصراحه فرحان ولا لا. طب تعالوا نبص مع بعض. انا يعني لقيت كده حاجه يعني كان فتح قدامي لما لقيت الايه دي. تعالوا كده نفتح مع بعض يوحنا 17 13. يوحنا 17، يوحنا 17 دي بيتكلم عن ايه؟ صلاه الرب يسوع اللي قالها امتى؟ قبل الصليب على طول، صح كده؟ لاجل التلاميذ ولاجل العالم، فاكرين الصلاه دي؟ طيب تعالوا كده نبص مع بعض على الايه دي، يوحنا 17 13. اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم ليكون ايه بقى؟ لهم ايه؟ ايه؟ فرحي كاملا فيهم. امتى قال الرب يسوع هذه الكلمات؟ قبل الصليب على طول. هو رايح يعمل ايه؟ يتصلب. هو عارف ولا ما كانش يعرف؟ كان عارف. كان مضغوط ولا لا؟ كان متألم ولا لا؟ كان شايل شيلة ولا لا؟ كانت الظروف صعبة ولا لا؟ جدا جدا جدا. رغم كده إلا أنه كان عنده فرح، امتزاج الألم بالسرور في الرب يسوع. بس كده؟ لا، تعالوا كمان مرة نبص وهو بيكلم التلاميذ في الإصحاح اللي قبله لهم كده، لا ينزع أحد إيه؟ فرحكم. مش ممكن ما تسيبوش نفسكم انه حد يعمل ايه؟ ينزع منكم فرحكم. فرحكم اغلى من انه يجي حد ويعمل ايه؟ ينزعه منكم. حتى لو الظروف صعبه، حتى لو بنتالم، حتى لو موجوعين، حتى لو تعبانين، حتى لو في مجاعه، حتى لو في حرب، دي كلها ايه؟ الام. لكن ينفع مع الألم يكون هناك سرور. رب يسوع نفسه بيقدم نموذج عظيم جدا عن امتزاج السرور بالألم. عشان كده النهارده النموذج ده احنا في أشد في أشد الحاجة إليه. العالم اليوم يئن، العالم موضوع في الشرير، العالم موضوع في الألم وفي الوجع. مين فينا ما عندوش ظروف صعبة؟ مين فينا لا يئن؟
مين فينا ما عندوش ضغط نفسي لأجل أمور موجودة في حياتنا وصعوبات وألام وأوجاع؟ لكن يمكن أن يمتزج السرور بهذا الألم اللي وجعنا والأمر الصعب اللي احنا تعبينه اللي احنا تعبانين فيه. فنمشي في الشارع طول الوقت الناس حزينة، صح كده؟ لأجل إيه؟ لأجل الألم، مع أنه مفيش علاقة، مفيش علاقة. ينفع أن نتألم ونكون فرحين، مش لأننا في غيبوبة ولأننا عايشين في حتة تانية، لكن لأنه عكس الألم أبداً مش الفرح. ده مرادف وده مرادف تاني، دي حتة ودي حتة تانية. فيمكن أن نتألم فرحين رغم الظروف الصعبة اللي بنمر بيها. الرب يسوع يستخدم المثل ده ويقول لنا كده، عارفين المرأة وهي بتولد بيمتزج عندها في وقت الولادة المشاعر دي، مشاعر ايه؟ الألم الشديد، لكن ايه؟ الفرح. أما تولد كل ألمها ده يروح فين؟ مش موجود، لأنها فرحانة جدا بمولودها، فرحانة جدا بالطفل بتاعها، فرحانة جدا بالنتيجة اللي حصلت منها على ده. عشان كده يكمل الفكرة اللي قدامنا يقول كده، لأجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يا مش بس صليب، ده كمان ايه؟ خزي. صليب ألم وخزي نفسي، وكان في ايه معاهم؟ كان معاهم ايه؟ الصليب والخزي، سرور. صليب وخزي لكن معاهم سرور، لأنه الدافع أعظم، الرجاء أكبر، الهدف أروع، هو الخلاص، هو الإيمان، هو تكميل الخلاص والإيمان في حياة الشعب، هو أن يكون جايب ناس كتير وجايبهم معاه لله الآب. عشان كده يعمل إيه؟ كانت المحصلة والنتيجة الجميلة عندما امتزج السرور مع الألم، فجلس في يمين عرش الله، ودي كانت النتيجة المميزة اللي حصلت في الرب يسوع. الأمر العظيم اللي حصل إنه جلس عن يمين عرش الله. ولما يتكلم على إنه جلس عن يمين عرش الله، مش بيتكلم عن يسوع المسيح الأقنوم الثاني، لكن بيتكلم عن مين؟ عن البشر، عن البشر. فبجلوسه عن يمين عرش الآب بيرجعنا تاني، بيكرمنا تاني، بيرجعنا لمكانتنا الأصلية اللي احنا كنا فيها قبل التشوه بتاع الخطية، لأنه رجع بإنسانيته بقى، رجع ببشريته، رجع بعد ما عمل العمل العظيم اللي لأجلنا، اللي بيرفع مرة تانية مكانتنا وبيرفع مرة تانية من شأننا، عشان نرجع مرة تانية ونكون في أغلى وأروع مكان. فنرجع مرة تانية للصورة الجميلة قبل التشوه وقبل الخطية اللي خلقنا عليها الله. فاحتمل الألم بكل سرور لأجلنا عشان يرجعنا إلى أعظم مكان. فإحنا النهاردة مع كل الألام الموجودة في العالم والأوجاع الموجودة في العالم، عندنا جعالة، عندنا غاية، عندنا هدف، عندنا أمر عظيم حصل في حياتنا ما ينفعش أقارنه بأي تعب وأي وجع وأي حزن موجود في العالم. هو رجوعنا مرة تانية لإنسانيتنا الجميلة وآدميتنا الرائعة اللي خلقنا الله عليها في الأول.
فده يعطي لحياتنا ايه؟ سرور، فرح. ينفع حد بقى ياخد مني الفرح ده لاجل الظروف، لاجل الاوضاع، لاجل الالام، لاجل الاوجاع؟ الفرح العظيم اللي ما صدقنا لقيناه وما صدقنا مسكناه ورجع لينا بعد ما عاش العالم سنين، والانسان سنين من حياته بيصارع ومش عارف يرجع مره تانيه لمكانته، ويجي رب يسوع يرجعه. فرجعنا وبقى لينا المكان العظيم ده مره تانيه في المسيح يسوع. قبل ما اكمل، هل ليك المكان ده النهارده ولا لسه؟ لو لسه مالكش المكان العظيم اللي رجع يسوع فيه الانسان مره تانيه، ارفع قلبك في دقيقه واحده، قول يا رب من فضلك رجعني لحضنك، رجعني لانسانيتي، رجعني لبشريتي في المسيح يسوع مره تانيه. عمل المسيح يغطيني، دم المسيح يغطيني عشان ارجع مره تانيه ابن حقيقي ليك. فرحان عشان انت ابن حقيقي النهارده؟ ايه بقى يسلبك هذا الفرح؟ ايه ياخد منك الفرح العظيم ده مره تانيه؟ الشده، ضيق، عري، جوع، اضطهاد؟ ايه ممكن يشيل مني الفرح ده النهارده؟ خلونا النهارده ما نسمحش انه يجي حد ويعمل ايه؟ ياخد مننا الفرح، يسرق مننا الفرح اللي اداهولنا يسوع لحياتنا. اعظم من انه حد يجي ياخده، اعظم من انه شيء ياخده. يقول كده مرة تانية هذه الكلمات في يوحنا 15:11: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يكمل فرحكم. يسوع عايزنا نبقى فرحانين. هو عايز نعيش في فرح، نعيش في سرور. هو عايز كده. إلهنا يحب إن احنا نعيش واحنا مبسوطين في حياتنا. أبدا أبدا حياتنا اللي عايشينها النهارده في الألم والضغط والوجع والحزن أبدا لا ترضي إلهنا. هو مش مبسوط كده، هو مش عايز كده. في كل ضيقنا، في كل ضيقة هو متضايق، صح كده ولا غلط؟ في كل حاجة بتضايقنا هو متضايق، هو مش مبسوط ان احنا خرجنا عن السرور، هو مش مبسوط ان احنا ادينا حد ياخد مننا فرحنا او شيء او شخص او موقف او ظرف. الالم يمكن ان يمتزج بالسرور، ويمكن ان نحيا لجعاله، نحيا لجعاله، نحيا لهدف. ولما نحيا لهدف ونحيا لجعالة يكون لنا كل السرور رغم الألم اللي موجودين فيه النهاردة، لأن عينينا على حاجة أعظم من الأمور اللي في العالم والعلاقات اللي في العالم والأشياء اللي في العالم. عينينا في حتة تانية، عينينا ونظرين على إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. لما نثبت عينينا في الحتة دي نحيا السرور حتى إذا امتزج بالألم. يقولوا كده إنه لو جبنا الشرنقة، فين الشرنقة واللي جواها اللي هي الدودة تبقى شرنقة عشان تبقى بعد كده إيه؟ فراشة، صح كده؟ فالطور وهي شرنقه كده، وجبت مثلا قطر وهي جوه بدات الفراشه تتكون او تكونت ولسه ما طلعتش، وجبت كده قطر وعملت ايه ورحت جاي شائق الشرنقه عشان الفراشه، اخرج الفراشه انا من ايه؟ من الشرنقه. تنزل الفراشه قدامي على الترابيزه، تطير ولا ما تطيرش؟ ما تطيرش. امتى الفراشه تطير؟
لو هي بنفسها مرت بمعاناة الخروج من الشرنقة، لو هي الفراشة دي بذلت المجهود فقوت أجنحتها للدرجة اللي فيها أجنحتها بقت قادرة إنها تقطع وتشق الشرنقة فتخرج منها في الوقت، تعمل إيه على طول؟ أول ما تخرج تعمل إيه؟ تطير. أجنحتها اتكملت، كملت فتقدر تكمل. لكن إذا أنا اللي عملت واستعجلت وعملت الدور ده حرمتها من إيه؟ من الألم، حرمتها من المعاناة. شفتوا التعبير ده؟ حرمتها من إيه؟ من الألم، وحرمتها من المعاناة اللي بيها تشق الشرنقة فيبقى عندها القدرة إنها تكمل حياتها. فيكون الألم هو اللي بيدي لحياتنا القدرة نكمل، هو التزكية الموجودة في حياتنا عشان نكمل، هو التدريب اللي موجود في عضلاتنا الروحية عشان نكمل. فيمكن أن يجتمع الألم مع السرور. كتير من الوقت، كتير من الوقت عايزين نعيش السرور بلا ألم، بلا خزي، مع أن الألم هو كان الطريق إلى العرش. هو إيه عرش يسوع؟ عرش يسوع كان إيه؟ كان الصليب، صح كده؟ ألم، 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 هو الألم ده اللي وصله إلى الملك. بالألم ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، اللي بالألم وصل إلى أن يكون جالس في يمين عرش الله. كتير من الوقت العامل عايز ياخد مرتب من غير إيه؟ ما يشتغل، صح كده؟ والتخنان اللي زي كده وزايد في الوزن عايز يخس من غير إيه؟ ما يعمل دايت، صح؟ صح ولا غلط؟ ينفع؟ والطالب عايز ينجح من غير عادي يعني، صح ولا غلط؟ والعازف عايز يتميز في العزف من غير ما يبذل ايام وساعات فين؟ في ألم التدريب، وهكذا. محدش هينجح وتطور ويكبر من غير ما يتعرض إلى الألم. مفيش قيامة من غير موت، مفيش مجد من غير خزي، ولا بقى شكل منظر. فإذا النهاردة عايشين ألم فطوبانا، طوبانا، طوبى لأجل هذا الألم. ليه؟ لأن الألم يصنع مجد، الألم يمكن أن يكون معه سرور، يمتزج الألم بالسرور. تعالوا نصلي مع بعض. مهما كان الألم، مهما كان الحمل، مهما كان الوجع، مهما كان الضيق، مهما كان المرض، مهما كان العوز، مهما كان الظرف الصعب اللي بمر بيه، رب ادينا النهاردة مع هذا الألم سرور، أن يمتزج ألمي بسرور، لا ينزع
أحد فرحكم منكم. نعيش النهاردة الفرح في المسيح يسوع، نعيش فرحه زي ما بنعيش خلاصه وفدائه ونعمته، كمان نعيش ايه؟ فرحه، نعيش سروره. فرحنا بيك يا رب، رب ما اروع فرحتنا بالخلاص بالفداء، ما اروع فرحتنا العظيمه بعملك المميز. رب خلينا نحط يا رب الفرحه دي اغلى من اي الم او وجع او ضيق او حتى حزن موجود في حياتنا. فنحيا امام شخصك فرحين في سرور لا ينزع احد فرحنا منا. متعنا يا رب بالفرح، متعنا بالسلام يا رب. احنا مش دعوه النهارده ان احنا نعيش مغيبين عن الواقع، لكن بالرغم من الظروف اللي احنا عارفينها، وبالرغم من الصعوبات اللي احنا شايفينها، وبالرغم من الالام اللي موضوعه علينا اللي شايفينها بكل وعي، لكن املأ قلوبنا النهارده بالفرح والسرور الموضوع امامنا في اسم المسيح، امين. خلونا نقف مع بعض بفضلكم نختم وقتنا. تعالوا نرفع قلوبنا لإلهنا، نصلي لأجل احتياجات الشعب. رب من فضلك ادينا يا رب كده ان احنا نكون بنسدد احتياجات بعضنا البعض. املأ قلوبنا بالفرح اللي لينا في المسيح يسوع، فنحيا امامك بسرور رغم كل تعب وضيق وألم. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند اقبال الصبح. تعالوا كده كلنا نصلي مع بعض بصوت واحد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، محبة الله، شركة الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.